السلام عليكم. عايز اوضح السلايدز ده يتعمل ازاي بالاكشن سكريبت. برمجه الازرار دي باسهل طريقه في الاكشن سكريبت 3. الملف ده اكشن سكريبت 3، وان ما كنتش عارف احول منين من اكشن سكريبت 2 لاكشن سكريبت 3، باجي من قائمه فايل وباجي على ببلش سيتنجز، وباجي بروح على الفلاش وبقول له اكشن سكريبت 3 وبقول له اوكي. دي حاجة. الاكشن دي انا عايز اشيلها خالص. عشان ابدا الموضوع من الاول خالص هشيل اللير كلها. عملت السلايدز دي طبعا كلها في لايرز واحدة ووسطنتها كويس في الستيج بتاعي، وبعدين قايمة او لاير تانية، عملت لاير تانية وبعدين عملت فيها البوتونز. البوتونز بجيبها من قايمة ويندو وباجي على كومبوننت وباجي واروح واخد بسحب البوتون ده كده وباجي على حتة ليبل دي اللي هي مكتوبة جوه دي، لو غيرتها بتغير جوه البوتون. بقول له مثلا التالي انتر. هنا لو لاحظت عندي هنا كلمة التالي اتغيرت. طيب دي بالنسبة لكرييت البوتون، وباخد طبعا منه نسخة، بشد واحد بوتون واثنين وثلاثة وببدأ احطهم في الحتة اللي انا عايزها، وببدأ اشتغل على الاكشن سكريبت 3. طبعا عايز اقول لك طالما هتشتغل على اكشن سكريبت يبقى في حاجة اسمها instance name. ما ينفعش تكلم الزرار ده من جوه الاكشن سكريبت الا لما يكون ليه اسم يفهمه لغة الاكشن سكريبت. طيب بضغط عليه وبروح فوق هنا بالصغر للبوربتس بتاعته، بروح على الانستنس نيم، حاجة اسمها instance name، لما باجي بروح عليها كده بيظهر لي هنت اهو، باجي بسميه، لازم اسميه next او اي اسم انا عايزه ببقى فاهمه كويس وعارفه، بس اندرسكور بي تي ان. يعني اندرسكور بي تي ان كناية عن ده بوتون، يعني باختصار بي تي ان بوتون. وهكذا السابق انا سميته بري اندرسكور بي تي ان، وخروج سميته اكزيت اندرسكور بي تي ان. نيجي على التالي. دلوقتي في فرق بين الاكشن سكريبت 3 و 2. 3 ما ينفعش احط الكود البرمجي على الزرار مباشره زي الاكشن سكريبت 2. الاكشن سكريبت 3 ما ينفعش فيها احط الكود البرمجي على الزرار مباشره. مجرد ما بحط هوريك طريقه كده سهله قوي في فلاش سي اس 5 هتسهل لك خالص الموضوع ده. بختار بس اهم حاجه واتاكد ان انا مدي له اسم، وبعدين باجي حاجه اسمها كود سنيبتس او سنيبتس في الـ دي حاجه جديده في الفلاش سي اس 5 ويندو، وبعدين بروح على كود سنابتس وبضغط عليها تظهر لي بره. فانا كده مثلا بروح انا مدخلها هنا اهو مثلا، ونفس الحكايه في الكومبوننتس عملتها كده برضو، وبروح على امر واحد بس بضغط عليه دبل كليك. انا مختار التالي مدي له اسم، بروح على في حاجه اسمها كليك تو جو تو نيكست فريم اند ستوب، يعني بيقول لك حط لي دلت او كود اللي انا بضغط عليه بيوديني للنيكست فريم، الفريم اللي بعده ويقف، فانا هضغط دبل كليك بس ما بعملش حاجه غير كده. طيب تعالى نعمل تيست كنترول انتر. طيب نسينا نعمل ايه؟ نسينا نعمل ستوب. يبقى بروح على، شفت هنا كريت لي لير تانية ازاي؟ ما ننزليش هنا. الاكشن سكريبت 2 كان بيروح عامل لك دايره فاضيه كده فوق، يبقى هنا الزر ده عليه كود. لا الكلام ده ما ينفعش في الاكشن سكريبت 3، بيعمل لك لير لوحدها. فبروح هنا وباجي من ويندو مثلا بختار الاكشنز، او باجي من من الحته دي وبقى بدوس وبزود فوق خالص ستوب عشان نكرر. حطيت ستوب عشان اعمل ستوب على اول فريم، بحيث ان الموب يجي يشتغل يروح واقف على اول فريم وابدا انا اشتغل معاه في
اللي انا بعمله فوق. طيب الان التست كده وقف على اول فريم، ما بقاش يمشي على الفريمات كلها، وهعمل تيست للزرار بتاعي. هدوس هدوس هداني ادوس، خلاص هو اداني الداله بتاعتي. طيب ده حاجه جميله. نفس الطريقه بالظبط على السابق. السابق هنا بتاكد ان انا اختاره طبعا بغير الاسم، وبديله اسم هنا في الانستنس نيم، وباجي على الكود سنابتس وبقول له عكس بقى، بدل نيكست فريم بريفيوس فريم اند ستوب دبل كليك. بلاقيه نزل لي في نفس ايه، نفس الفريم تحت الكود الاولاني. يبقى ده النيكست، وده النيكست فريم، وده البريفيوس فريم. طيب تعالى نعمل تيست. يبقى نيكست شغال كويس اهو، سابق شغال كويس لغايه لما وصل للاخر. طب تعالى على زرار خروج، بضغط عليه واتاكد ان انا محدده، ومتاكد ان انا مديله اسم في الانستنس نيم، وباجي على الكود سنابت. لا من المره دي لا، هو مش موجود هنا في الكود سنابت، هو هتكتبه. فانا هاجي هنا وهفتح الاكشنز وهقول له الكود بتاعه، بدل بس ما مداني اكتب وجع لك دماغك. فهو ده الكود، بس في حاجه مهمه عايز اقول لك عليها. ده الاسم، لو تلاحظ دايما الاسم ده الانستنس نيم في اول اي سطر برمجي. كل ده مش قضيتنا دلوقتي، بس قضيت ان انا اوضح لك حاجه، ان الاف اس كوماند الكود ده بالظبط، وبعدين علامتين قوسين كده، وبعدين علامات تنصيص كويت واول حرف كابيتال. ده بيخليني اقفل الابلكيشن بتاعي. خد بالك انا بقول ابلكيشن، ما بقولش السويف فايلز، يعني عشان يشتغل لازم اخرج الملف بتاعي بروجكت مش اس دبليو اف. لو خرجت له اس دبليو اف كله هيستجيب الا ده. تمام. تريس، كلمه تريس يعني اعرض لي، لما ادوس هنا اعرض لي كلمه اكزيت في الاوت بوت بتاع البرنامج. يعني ايه؟ بص هنا انا هقفل دي وهعمل تيست الموفي. بص هنا على الفلاش على الحته دي، بص الاوت بوت دي هتتفتح لوحدها. لو اضغط هنا اتفتحت وكتب لي اكزيت. يبقى حته تريس دي او الكود اسمه تريس، ده بيقول لي اعرض لي يعني الكلمه دي كتاكيد اللي انا يعني شغال الاوزار بتاع شغال. ده خلاص عملنا الثلاث زراير. طيب اعمل ايه تاني؟ في كمان اخر سلايد، مفيش بقى حاجه التالي، فانا شلت بس يعني جيت شلت التالي من اخر سلايد، بحيث ان انا رحت جاي. طبعا انا عملت ده في كل فلير واحده، فهو قاري لي كل ده فلير عادي خالص. وبعدين جيت على اخر لير رحت عامل اف 6 عشان يجيب لي اخر، ينسخ لي اخر فريم او كل اللي في اخر فريم يجيبه لي هنا. وانا لو عامل هنا فريم برضو هيبقى في اخر فريم بيجيب كل اللي فيه بيجيبه لي هنا بالظبط. فرحت عامل له اف 6 ورحت بس فقط شايل الزرار التالي، لان مفيش تالي اخر سلايدز. وعملت زرار اسمه عوده، سميته بيجن اندرسكور بيجن. طب تعالى عايزين عوده ده يجيب لي اول فريم عشان ابدا بقى اعود بالموفي بتاعي في الاخر، مش هقدر اعمل السابق ده كله يعني. طيب بروح على الكود سنابت واروح قايل له في الحاله دي، بقول له كليك تو جو تو فريم اند ستوب. يعني لما بضغط وديني على الفريم وعامل عنده ستوب. هو مديني الفريم، انت لو جيت قريت الهنتات دي بيقول لك ريبليس ذا نمبر 5 ان ذا كود بيلو، بيقول لك اعمل له ريبليس يعني بالكود اللي انت عايزه او بالرقم بالفريم اللي انت عايزه يعني. فانا بدل 5 ده هقول له 1، انا عايز اروح للفريم 1. فهو الداله بتاعتي جو تو اند ستوب، بيقول لك ستوب هناك. خلاص انا خلصت الدنيا دي كلها. كنترول انتر، بقول
فوق التاني والسابق، تمام، التاني لغاية الآخر اختفى، بروح على عودة بيروح لي على أول فريم أنا عامله، وكده يبقى الموضوع انتهى. آخر حاجة خالص عايز أطلعه بروجكت، بعمل على Publish Settings وبقول له الفورمات، ممكن هذا كل ده، وقول له واضغط على دي اعلم عليها ويندوز بروجيكتور، وبقول له اوكي او ببلش، وبعدين ببتدي هو يببلش لي في الحته اللي انا محددها له، وبعد كده خلاص انا اروح افتح البروجكت، بينزل بالعلامه دي دبل كليك مكتوب شغال، التالي السابق، اروح على اخر فريم، اروح على عوده راح انا فتش بقى. طيب انا مبطش مبطش، انا كنت محدد له هيبقى هذا الشيء من دول طبعا، ده هيزلك في نفس الفولدر اللي فيه الملف اللي هو العمل ده. انا مش عايزهم، مش عايزهم، عاملهم بقى مش قبل كده، اروح على اخر فريم او ده يبقى راح على اول فريم، وده كان المطلوب من السؤال اللي توجه لي من احمد. يا رب يكون عرفت اوصل المعلومة، شكرا، السلام عليكم.